تطولني بس اللي هو ليا. لا ده انا ليا يعني. لا ليا يعني. ليا يعني. يعني. عشان هي كانت زعلانه مني، فلما لقيتها هي بتبعد عني. انت بتزعلني؟ فانا قلت له صور يا عم ايه بس لنفسي. مش صور تنشرني. ايوه. صور بعيد ده لنفسي. لكن انا ما قلتلوش صور تنشرني على الكلام ده انا ما اعرفش يعني ايه فيس وما اعرفش يعني ايه نت. بعدين انا بيني وبين بيني وبين عروس ستة فاهم. انت بتبقى انت بتعمل ليه كده؟ انت ايوه صاحبي الكوافير انت بتعمل ليه كده؟ عشان انا ما قلتلكش انشر، عشان انا بصور فرح عروس انا قلت لك الصور صور عشان انا شايفها زعلانه فانا برضيها. يعني هو حدث عارض كان ممكن يبقى عارض ويعدي حاله بس هو اتبروز يعني أفضل. ده هو حط فيه حاجات اي نص انا ما اعرفوش ده جه ازاي. فيديو ده جه ازاي؟ انا برضيك بدخل انا راضي خطيبتي قلت لك هي زعلانه فبقول لها بتصور معاها فرح شد ايدي زعلانه فانا برضيها. قلت له طب صور وخد خدتها على جنب زمان زي ما الفيديو كله واضح قدام الناس. طب ايه يعني حدث عارض بقيت من غير بدله بتلومك مثلا ازاي فرحك من غير بدله حصلت النهايه؟ انا كان عليا انا عايز عروستي انضف احسن الناس. لكن كان عليا مش فارق بقى الناس مش فارق ما تفرقش انت تعمل لي ليه كده؟ انا مش فارق مع نفسي حاجه انا فارق مع اللي عروستي تكون تمام. تكون قدام الناس عشان يقعد تشرفني. ايوه. ما قبل ما تشرف ابوها وقبل ما تشرف حد يا مشرف الدنيا بحاجه بس هتشرف على نفسك في الماديات يعني عشان ترضيها هي. بس مش اكتر. انت بتفضحني ليه؟ انت تفرض انا دلوقتي عايز اقول حاجه لعروستي بس ظهرت في الكافيه وهي المفروض ما تنزحش. تزحها؟ لا. تقولها؟ لا. تشيرها لي كده؟ لما خلينا اسيب سرحيت واسيب عربيه على كمبيالات وعلى دنيا تحت وحالي بايظ حالي واقف. شغال ايه يا محمد؟ شغال سريح خضار. يعني اكل عيشي بين ايدين الناس، الناس دي عارفه كلها محمد ايه. انت خليت محمد كده دمرت لي حياتي. محمد انت امتى شفت الفيديو؟ الفيديو ده شفته امبارح المغرب. اخويا رن عليا امبارح العصر قال لي في حاجات على الفيس والكلام ده. قلت له يا اشرف اخويا اللي بيكلمني، قلت له يا اشرف انا قافل الفيس بتاعي وقافل صفحتي بقى لي من قبل الخطوبه بقى لي 4 ايام. لما جيت خلصت انا كنت في بلد ثانيه لمؤاخذه احنا في زوره وحته اسمها مرجان في رحله، فانا بسرحها وانا جاي من سرحتي من مرجان اروح على بلدي عشان انا بلدي زوره. لقيت صحابي واقفيني يا ترند يا ترند، انا ما اعرفش يعني ايه ترند. ببص في البتاع ده اتصدمت. ايه ده؟ انا ما قلتش ازاي الكلام ده. صعقت اول جمله. الناس مفكره ان انا بقول انا اللي نشره. نشر ايه؟ انا ما هنشرش حاجه شبه ديت. انا قلت له انا ما قلتلوش هو المصحف ما قلت له انشر. طب محمد كان رد فعلك ايه بقى اول ما شفت الفيديو؟ رد فعلي ان انا رايح دلوقتي اعمل مشكله مع نسايبي. مفكرين ان نسايبي هم اللي في ناشرين الفيديو عشان انا ما اعرفش في الفيس وما اعرفش في الكلام ده. قلت انت كنا العروسه نشره. فانا رحت على بيت نسايبي. هو كان هيخليني اخسر حياتي بحاله خالص امبارح. ما اعرفش ولوم ابويا. طب انا اعمل ايه معاه؟ اعمل ايه ونفسي اخد حقي بس انا تعبان تعبان والله والله العظيم نفسيتي متدمره ودمرنا حياتي. يعني انت بص لي حياتي. يعني كمان هيبقى معانا والد العريس محمد كمان عنده رساله عايز يوصلها ويوضح لنا كده ايه اللي حصل اليوم ده وكمان الليله مشيت ازاي. انا لما جيت وتقدمت لابو العروسه ديت موافقتها وموافقه اهلها وموافقه كل حاجه ما غصبناش على حد. انت كده بترد على الكلام اللي بيقول ان هي مغصوبه على الجواز؟ لا على اللي هو بيقول هو اللي هو منزله لي بتاع الكوافير. هو منزل لي بتاع الكوافير اللي بيت مغصوب. بص بص يا استاذ الراجل بتاع الكوافير ده منزل لي حاجات ما تتبص حاجات فظيعه بالنسبه لابني. انا ولا انا ولا نطيت من شباك حد. انا دخلت للناس دي من باب وفك ووافقوا برضاهم مش غصبا عنهم وبنتهم كانت موافقه على ابني ورحنا وحددنا واتفقنا وكل اللي قلنا الحاجات دي اتكلمنا فيه مفيش اي حاجه. وصلنا المعلومه اللي احنا هنخش هروحنا دخلنا في كوافير في موضوع كوافير اتفقنا وحجزنا في الكوافير وابن راح الكوافير ماشي. سوق التفاهم ده ان كان بين العريس بين خطيبها وخطيبته ماشي انت مالكش فيه. صاحب الكوافير مالوش فيه. سوق التفاهم ده مالوش فيه. ما ينشرش اي حاجه واحنا ما بنقولش وما خدش اذن اي حد عشان ينشر واحنا في نفس الوقت دي خصات وفي حاجات بينه وبين خطيبته ما انت مالكش فيه. انت مالكش فيه ماشي. دلوقتي هو الدكتور لما بيعمل عمليه لاي حد
بيعملها بالنفس ولا باخد بياخد راي اهل المريض واهل المريض ولا لا؟ بياخده. لازم يستاذن الراجل ده، ما يستاذنش الراجل اللي عدى الحدود بتاعه، واحنا بناخده حقنا بالقانون. هل في اجراءات اتخذتها يعني اتجاه انا ما عرفتش غير امبارح. انا يا جماعه انا ما اعرفش، انا في الحاجات بتاعت التليفونات دي انا راجل بنعدي، عندي كل حاجه بالوصول وبالادب وبالاحترام. اللي بيعدي عليا بنعدي عليه، قصدي يعني اللي بيقطع هتقوم بتحرير المحضر مثلا ولا ايوه. مش هسيب حد ابني، انا مش هسيب حد ابني، حد ابني مش هسيبه. طب احنا عايزين نتكلم عن الليله بقى، ليله الفرح نفسها. وانتوا كنتوا موجودين عند العروسه وفرحانين وكده ولا كان في حاجه؟ لا مفيش اي حاجه. احكي لنا بقى الليله دي، مفيش اي حاجه. احكي لنا عن الليله الجميله. قضينا شبكه زي اي حد بيقضيها، والعروسه فرحانه وفول، والعروسه فرحانه، والعروسه فرحانه، ولو صوب التفاصيل دي. وقضينا احلى ليله، وكل واحد راح لحاله. اتفاجئنا بان ايه الموضوع ده كان امبارح، لقينا حاجات منشوره عن ابني امبارح المغرب، حاجه منشوره على ابني. ليه؟ انا عايز افهم حاجه. ليه؟ فين فين القانون؟ فين القانون؟ انت ما استاذنتش، استاذن ننشرش، ما تنشرش ما تنشرش، وانت ما تنشرش حاجه ليه؟ دي سوق تفاهم بينه وبين خطيبته، ما تنشروش. انت مالك؟ انت بتتكلم دلوقتي، انت هتطلع على كتاف هاني، انت عاوز توصل تطلع على كتاف هاني. اللي انت عروسه مغصوبه غصبا عنها، عروس مغصوب غصبا عنه. لا، احنا رحنا للناس دي واتقعدنا معاهم واتفقنا معاهم برضا العروسه وبرضا اهل العروسه، ومفيش اي حاجه. سوق التفاهم ده استغلاه بتاع الكوفير. ابنك زعلان دلوقتي؟ ابني متاثر، واي حد اي حد بيتاثر من اللي هو بيشوفه ده. طب يعني ام العروسه برضو، ام العريس يعني برضو، ده كلمه عن اثار الحادث ده على ابن حضرتك؟ كلنا زعلانين وخلاص. طبعا هو اثر فينا كلنا طبعا، علشان خاطر دي ابننا، واثر على سمعته واثر في نفسيته جامد، لدرجه ان انا برن عليه مش راضي يرد عليا، نفسيته تعبانه. ولما جيت فضل يبكي ويقول انا مش قادر نطلع بره البيت، انا مش قادر نمارس الشغل. نقول له ليه؟ انت راجل، مفيش اي حاجه حصلت، وخطيبته هي كويسه خالص معاهم، مفيش اي حاجه، واهلها ناس كويسين. وانا لما رحت عندهم البيت جابلونا احلى مجابله، ومفيش اي حاجه خالص. رحنا عندهم البيت اكتر من 3 مرات، والشبكه عدت، وكانوا مبسوطين، واهلها كلها كانوا مبسوطين، والعروسه مبسوطه، وانا معايا صور بده كله من الشبكه، واحنا كلنا متصورين معاها، ابو العريس وانا متصوره معاها، وست العريس واخو العريس واصحابه كلنا متصورين معاهم. مفيش اي حاجه من الكلام اللي بيحصل ده كله، هو اللي عمل ده كله والفبركه دي كلها بتاع الكوافير، علشان خاطر يطلع بترند على حساب ابني. بس احنا مش هنسيبه حق ابني قانونا، هنجيبه علشان خاطر هو دمره نفسيا، ودمره كل اصحابه، كل اللي جابلوه يقولوا انت مش راجل، انت مش راجل، انت مش راجل، وعمالين يعلقوا تعليقات بايخه خالص. بس هو راجل، واحنا هنعرفه ناخده حقه بالقانون وبالادب وبالاحترام. بس ابني مش 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 وحش علشان خاطر يترفض، ولا ان هو كده ولا هو كده. هو راجل زي اي راجل وكويس، واي بنت تتمناه. وعروسه مش مغصوب عليه ولا اي حاجه زي الناس ما بتقول، ده مغصوب عليه. واللي بيكتب تعليقات ويقول ده واخدها رد حق، واللي بيكتب تعليقات بايخه ويقول الكلام ملهوش لازمه، هو مش واخدها غصب ولا حاجه، هي راضيه بيه. وهم اللي بعتوا لنا، احنا رحنا بيتهم زي زودي مجال وزي ابوه مجال، ان احنا خبطنا على البيت من بابه ووافقوا، ورحنا وقعدت معاه بدل المره مرتين. وهم جم عندنا هنا في البيت، امها وابوها جم عندنا، وعمها جم عندنا في البيت، وجو تاني ابوها وامه جو عندنا في البيت وعمتها، وكنا كويسين خالص مع بعض. ولحد يوم الشبكه كلنا كنا كويسين مع بعض، ومفيش اي حاجه حصلت. هو حس بس اللي حصل سوء تفاهم، ان هي كانت عايزاه يلبس بدله وهو انحرج، عشان هو بياع، هو بياع كفه ومزانه، قال انا محرج ان انا نلبس بدله. حتى انا فضلت نتحايل عليه ياما ان هو قال انا محرج ان انا نلبس بدله. هو كل ده اللي حصل، هي زعلت منه، فهو بيحاول يراضيها. هو بيقول اه موقف عارض زي اي موقف، جه العريس حاول ان هو يراضيها، لما لقاها ان هي زعلت جه بتاع الكوافير استغل الفرصه وبيقول له نصور، قال له صور، بس هو بيقول له صور بحيث ان هو عايز صور للذكرى، بعد كده يضحك خطيبته ويقول لها فاكره يوم ما كنت زعلانه مني، فاكره كذا فاكره كذا. فهم عملوها موال كبير عريض، وحقنا مش هنسيبه. يا حاج برضه يعني، هل مثلا يعني بعد مثلا انت قلت هتاخد مرات قانونيه، هل في مثلا محاولات للصلح بينكم من الكوافير دلوقتي؟ ازاي يعني؟ يعني هم عرضوا الصلح عليكم ان هو مثلا يعني في قعده؟ احنا ما مش حتى لو في صلح ولا في اي حاجه، ده احتبار وكرامه. احنا انا الصعايده بنحب ايه؟ ناخد حقنا بالقانون. القانون ما جابليش حقي، يبقى احنا بقى ايه؟ ده راي عام، والراجل ده عمل اللي هو ما نعملش بالنسبه لابني. فاحنا ده راي عام، ده راي عام، ده ابني. هو لو ابنه واخطا كده اشوفه هياخد حقه ازاي. محمد تحب تقول كلمه اخيره؟ بحب اقول كلمه كده، انا واقف حال والله، الراجل ده جه عليا وبهدني والله، بتكلم بجد
مش عشان حد بيصورني ولا الكلام ده. الراجل ده جه على بهدلني خلاص خلاص وهان كرامته والله.